السلام عليكم. في كلمتين بدي احكيهن مع احترامي لاهلي وقرايبي وبقريتنا. امبارحة صاير مشكل بين اهلنا، وبرضو ما عنا طائفية، بقول اخوتنا السوريين. صاير مشكل بكاستو بروكسل. المشكل بيحصل بين الاخوة، بيحصل بين الجيران، بين القرايب، واثنين اخوة علقوا ببعض. بس مع احترامي للسوريين الشرفاء الطيبين، كان من الدير ولا كان من سوريا، في ناس عم تطلع تخربط بالحكي مو اول مره وتاني مره، هاي كذا مره ونحن ما عم نطلع نحكي ولا كلمه على الفيسبوك، لان هدول التيك توكات الفيسبوك ما بيعملوا مرجله، عم بيطلعوا يسبوا شرف العالم ويهنوا العالم على الفيسبوكات ويلفوا حالهم بهدول المناشف. كشف على وشك وفرجي حالك مثل الزلمه، عيب. شو صار؟ اثنين اخوة علقوا ببعض بكره بيتصالحوا؟ شو ما في حدا طيب يصالحهم؟ شو ما في دولة؟ مش أول مرة وتاني مرة عم بتصير الشغلات، ونحن عم نسكت احترامية لألكم الأوادم. عم تطلعوا تصبصبوا على اللبنانيين. نحن أول شيء منا لبنانيين، ونحن بنتشرف نكون لبنانيين، لبنانيين أهلنا. نحن عرب ماردين من جزر تركية. نحن مردلية. راجدية كان مخاشنية ولا محلمية، نحن وقت الجد فينا 40 فقد، بس وقت الجد كلتنا فقد واحد وايد وحدة، بس ما توصلوا لهون. عرفتم كيف؟ ما توصلوا لهون. مع احترامي للكبريين ما عم بيقدروا يدبوكن. كل يومين ثلاثة بتطلعوا تعملوا لي فيديوهات، وينكن رح نجيكن؟ ما في لزوم تجينا، نحن بنجيك، نحن معروفين من نحن زينة العشائر وزينة الرجولية، كلبنانية كالعرب وكالمردلية. بكفي بقى يا زلمة، كل يومين ثلاثة بدنا نشرب دم وبدنا نقطع روس، ولأ انت ما فيك تقطع الا راس فارة، عيب بقى. احترامي لأهلي وكباريتنا، معكم عياد الزين ابو صبحي، السلام عليكم.